السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتورة ليلى شريف، أستاذة طب الأطفال ورئيس وحدة الهيماتولوجي والأنكولوجي كلية الطب جامعة الزقازيق. إن شاء الله تعالى النهاردة هنتكلم على النيوتريشنال أنيميا. إيه الموست كومن نيوتريشنال أنيميا اللي مهم إن إحنا نتكلم عليها هنا؟ الأيرون ديفيشنسي أنيميا، وتاني نيوتريشنال أنيميا فيري إمبورتنت فور بيدياتريك هي الميجالوبلاستيك أنيميا. طيب الايرون ديفيشنسي انيميا دي الموست كومن تايبس، يبقى اذا هي فيري امبورتنت عشان الطلبه بنهتم بالموست كومن دي. ايه اللي نحب نعرفه عن الايرون ديفيشنسي انيميا؟ نعرف الفانكشن بتاعه الايرون دي ايه. طب ايه الايرون ميتابوليزم عشان نقدر نوصل للايتيولوجي اللي بيحصل، وبعد كده هنتكلم على الكلينيكال مانيفيستاشن للدايجنوزز اند تريتمنت اوف ايرون ديفيشنسي انيميا. طيب واي وي نيد ايرون؟ ليه احنا بنحتاج الايرون ده؟ عشان الايرون ده فاندمنتال فور لايف، ما نقدرش نعيش من غير ايرون، لان الايرون ده بارتيسيبيت ان وايد فرايتي اوف سيلولار فانكشن، فيري امبورتنت فور اكسجين ترانسبورت. 70% من البادي ايرون بيخش في تكوين الهيموجلوبين والميوجلوبين. تاني حاجه في الانرجي ميتابوليزم، في الترانسبورت اوف الكترون، في الدي ان اي سينسز، لانه بيخش في الانزيمز اللي هو بيكاتاليز الليميتنج ستيب اوف ذا دي ان اي سينسز. يبقى اذا الايرون فيري امبورتنت فور ذا سيل ديفيجن، يبقى اذا الايرون ذا موست امبورتنت مايكرونيوترين. طيب هو كومن الايرون ديفيشنسي انيميا انفورشنتلي ذا موست كومن تايبس اوف مايكرونيوترينت ديفيشنسي وورلد وايد. 2 بليون بيبل كان افكتد باي ايرون ديفيشنسي، وان الايرون ديفيشنسي انيميا هي الموست بريفالنت ايرون ديفيشنسي انيميا وورلد وايد. تقريبا واحد لكل 8 ممكن يبقى عنده ايرون ديفيشنسي انيميا في الديفلوبينج كونتريز. طب ايه الايرون ميتابوليزم؟ اولا احنا بناخد الايرون ده اورال في تو فورمز، فورم بنسميه الفيروس وفورم بنسميه فورم اورجانيك او هيم ونون هيم. كويس، معظم النون هيم ايرون بناخده في صوره بنقول عليها فيرك، بيتحول الى فيروس عشان يخش جوه الانتستاينال اليومي. الابزوربشن اوف ايرون بيحصل فيه، بيحصل في الديودينم في الفيرست بارت اوف ذا سمول انتستين. بعد ما بيحصل له ابزوربشن من الديودينم بيطلع من البيزولاتر سيرفيس علشان الايرون يتشال على الترانسفيرين. كل مولكيول من الترانسفيرين بيشيل 2 مولكيول من الايرون. بعد كده في السيركيوليشن بيروح للسيلز. في الخلايا بتاعت الجسم عليها ريسيبتور بنسميها الترانسفيرين ريسيبتور. كل مولوكيول من كل ريسيبتور بيمسك 2 مولوكيول من الترانسفيرين ريسيبتور عشان يخش الايرون جوه الخليه ويقوم بكل الميتابوليك فانكشن بتاعته. طب جميل جدا، يبقى الكارير بروتين بتاعي في السيركيوليشن اسمه ترانسفيرين، ولما الايرون بيخش جوه الخليه لو الخليه مش هتستفيد بيه بيتخزن من حاجة في مع البروتين بنسميه الفيريتين. الايرون هيروح فين بقى؟ الايرون عندنا الموست كومن زي ما قلنا الموست امبورتنت فانكشن بتاعت الايرون الاكسجين ترانسبورت عن طريق الهيموجلوبين اند مايوجلوبين. يبقى اذا هيروح على البون مارو عشان يخش في السنسز اوف ذا ار بي سيز. جزء من الايرون بيخش في فرايتي اوف انزيم سيستم ان اور بودي. بعد كده الاكسس ايرون هيتخزن وصوره التخزين بتاعته هتبقى فيريتين، وسواء والموست كومن سايت لستورج الليفر والبون مارو. كويس، يبقى ده دخل عن طريق الانتستين وتشال في السيركيوليشن في الترانسفيرين، وراح دخل جوه الخليه عن طريق الترانسفيرين ريسيبتور، يا اما دخل في الميتابوليك فانكشن اوف ذا بودي يا اما اتخزن في صوره ترانسفير في صوره سورة. طب ايه الموست كومن سورس اوف ايرون؟ بقى اتفقنا ان احنا عندنا في حاجه اسمها هيم ايرون، عشان لما نيجي ناكل عايزين ناكل اكل، الاكل ده يبقى فيه ايرون كويس قوي، يبقى ده الهيم ايرون. الهيم ايرون ده موجود فين؟ في اللحوم، وموجود في الكبده، موجود في الاسماك، وده البيست سورس اوف ايرون لان البايو افيلابيليتي بتاعته حوالي 20%. لكن النون هيم ايرون اللي هو السورس بتاع الفيجيتابل ده البايو افيلابيليتي 5%. نيجي الناس تقول لك كل سبانخ، السبانخ مليانه حديد، بس البادي ما بيستفيدش منها لان معظمها بتكون معاها اوكزاليت. فلو بصينا هنا هنلاقي ان تقريبا حوالي 2-3% بايو افيلابيليتي بالنسبه للسبانخ. لكن الموست كومن اتفقنا الهيم ايرون، يبقى اللي عنده ايرون ديفيشنسي يهتم ان ياخد الايه
الهيم ايرن اللي هو الايرن اوف انيمال سورس اللي موجود في اللحوم، وكل ما اللحوم كان لونها غامق احمر كل ما كانت افيد. يعني لما اقول الحمام والبط اقول احسن من الفراخ، هيهتم قوي بانه ياخد اخد بالي من الاسماك ده والكبده، ده الفيري امبورتنت سورس اوف ايرن. طب ايه بقى اسباب الايرن ديفيشنسي انيميا؟ ايه بقى؟ يا اما الانتيك قليل، يا اما في مشكله عندي في الابزوربشن، يا اما انا عندي انكريز للوس. الانتيك قليل ليه؟ وده بنقول ذا موست كومن تايبس اوف او ذا موست كومن كوز اوف ايرن ديفيشنسي انيميا از ان اديكوت انتيك ديورينج ذا بيريود اوف رابيد جروث. يعني الطفل اللي عنده فيري رابيد جروث especially البريماتور او اللو بيرث ويت او التوين ده لايبل اذا ما خدش ايرن الايرن ديفيشنسي انيميا. البريجننت مذر لايبل تو ايرن ديفيشنسي انيميا. طيب بعد كده ان اديكوت ابزوربشن، الابزوربشن مش كويس. ليه الابزوربشن مش كويس؟ يا اما انا عندي ديزيز في الجي اي تي هو اللي مخلي الابزوربشن بور، يا اما ما عنديش ديزيز في الجي اي سي بس العيب مني انا. يعني ايه العيب مني انا؟ ايه يعني؟ انا بخلي الايرن بتاعي في صوره بور بايو افيلابيلتي. انا باكل لحوم كويس وباكل اكل كويس بس بشرب شاي وبشرب بيبسي او باخد عندي حموضه وعمال اخد انتاسيد، كل الحاجات دي بتامبير الايرن ابزوربشن. يبقى الاكسيس تنيت والاكسيس فايتيت والانتاسيد بتامبير الايرن ابزوربشن، ودي نقطه مهمه جدا. يبقى احنا ما فيش حاجه اسمها شاي، برضو اللبن لان الكالسيوم مع الايرن بيكمبيت في الابزوربشن. يبقى ما ناكل يعني يستحسن ان ما يبقاش في حاجه اسمها اكل واحده او وجبه فيها ايرن كويس، وفي الاخر نشرب شاي او نشرب لبن او نشرب بيبسي او نشرب كوكا كولا، كل ده المفروض ان هو ممنوع. او يكون في ديزيز في الجي اي تي زي ايه؟ سيلياك ديزيز او عندنا مال ابزوربشن او انفلاماتوري باول ديزيز. طيب يا اما انا عندي بقى يا اما ان انا ما باخدش ايرن الانتيك قليل لان انا عندي رابيد كروس، يا اما في بور ابزوربشن لان الايرن بايو افيلابيلتي مش حلوه، او لان في عندي ديزيز في الجاسترو انساينال تراك، او عندي انكريز للوس. انكريز للوس من اي سيستم في البادي؟ انكريز للوس من الريسبيراتوري سيستم لان في ريكورنت استاكسس، انكريز للوس من الجاسترو انساينال تراك لان احنا عندنا فاريسز او جاسترايتس او عندنا السر او ميكانيس دايفيرتيكولا، او ان في السرتيف كولايتس وفي بلاد لوس موجود فيها، او الجينيت رينوري لان في ميل وعندها مينوراجيا، او ان احنا عندنا اوكلت بلاد لوس كمان نتيجه ان في طفل عند اللي هي بالمونري ديزيز زي اللي بنسميها بالمونري هيموسيدروسيس. كل دول بنقول عليهم بلاد لوس. يبقى كل الاسباب دي ممكن تؤدي الى ايرن ديفيشنسي انيميا. يبقى المشكله اما في الانتيك، يا اما مشكله في الابزوربشن، يا اما انا عندي انكريز. طيب العين بتاع الايرن ديفيشنسي انيميا هيجي لبين. انا مش عايزه طبعا الايرن ديفيشنسي انيميا دي تبع الهيماتولوجي، بس ناخد بالنا قوي قوي ان الايرن ديفيشنسي از نوت اونلي هيماتولوجيكال ديزيز، ات از ا سيستميك ديزيز، لان اني بودي سيستم كان افكتد باي ايرن ديفيشنسي انيميا. ازاي الكلام ده؟ لان الايرن ديفيشنسي انيميا مهم جدا عند السيلولر ليفل. اتفقنا ان هو مهم للاكسجين ترانسبورت، اتفقنا ان هو مهم للانرجي برودكشن، للالكترون ترانسبورت، للسيل ديفيجن. يبقى كل السيستم في البادي ممكن تبقى افكتد بالايرن ديفيشنسي. طبعا احنا بتوع هيماتولوجي فهنقول اول حاجه الهيماتولوجيكال سيستم هيبقى عندنا بالور. طب هنشوف البالور فين؟ كلنا متفقين بنشوف البالور في اللبس، بنشوف البالور في الكونجكتيفا، بنشوف البالور في البالم اوف ذا هاند. كده ممكن يجي له سي ان اس مانيفستيشن. ممكن نلاقي الطفل ده عنده irritability او عنده فتيج او انه عنده كوجنيتيف ديسفانكشن. من ضمن الحاجات المهمه جدا الديكريز للالرتنس والاتنشن سبان، الفتره بتاعته ما يقدرش يركز معاك فتره كبيره. learning difficulty. وفي نقطة مهمة قوي عايز أقول إن لو حصل الـ iron deficiency في الـ first especially 5 years ممكن يبقى permanent، ممكن الطفل يبقى عنده cognitive dysfunction ودي تقعد permanent. عشان كده very important إن احنا نعمل early detection الـ iron deficiency anemia especially in the first 5 years of life and especially كمان في الـ first 2 years، لأن دول الفترة اللي بيحصل development للهيبوكامبس الأريا بتاعت البريين المسؤولة على الميموري. بتبقى عايزة ايرن في الفترة دي، لو في ديفيشنت ممكن يبقى في بيرمننت دامج. يبقى مهم جدا جدا ناخد بالنا من الايرن ديفيشنسي انيميا ان ايرلي تشايلد هود. ممكن الجسترو انسانل الايرن ديفيشنسي بتعمل انوركسيا وبتعمل بايكا. وعايزه اقول لكم مره كان في ولد طفل بيقول ان بنتي بتنزل من على السرير عشان تقعد تفحر في الارض وتنام على الارض وتقعد تاكل في التراب، دي اللي احنا بنسميها بايكا. ممكن يحصل اتروفوبلوسايتس، ممكن يبقى عندنا ديسفيجيا، ممكن من 5 ل 10 يبقى فيهم اسبلوميجالي. كارديو فاسكولار الايرن ديفيشنسي انيميا والانيميا ان جنرال ممكن تعمل تاكيكارديا، ممكن تعمل كاردياك هايبرتروفي، ممكن تعمل هارت فيلير.
المسبر سكليتر بيأفكتد، اتفقنا ان القيطن بيخش في السنسز اوف مايوجلوبين، فبيحصل ديكريز للايفورت كاباسيتي واكسرسايز ليميتيشن. في حاجه كده بنسميها ريستلس ليج سيندروم، تلاقي رجل عماله تتهز، دي ساينز اوف ايرون ديفيشنسي. من ضمن الحاجات كمان المهمه جدا في الايرون ديفيشنسي ان الايرون ديفيشنسي كمان ممكن يبقى امبير الاميونتي. يبقى اذا الايرون ديفيشنسي انيميا ما بقتش هيماتولوجيكال، ده بقت سيستميك ديزيز، ده بتاثر في كل حاجه، بتاثر في تي ان اس وفي الكارديو فاسكولار وفي الجي اي تي وفي الماسكولو سكليتر وايفن في الاميون سيستم. طب ازاي نشخص الايرون ديفيشنسي؟ اتفقنا لما نيجي نشخص اي ديزيز، الديزيز ده عباره عن هيستوري واكزامينشن ولابوراتوري. طب الهيستوري مهمه؟ اه مهم جدا، مهم ان انا اعرف الطفل ده فول تيرم ولا بري تيرم ولا انا توينز بريجننسي. مهم ان انا اعرف ان النيوتريشنال هيستوري اوف ذا تشايلد از فيري امبورتنت. دايما الام لما تبتدي ويننج تقعد تدي للطفل سويتي عصاير ورز ومكرونه وكلها حاجات ديفيشنت في الايرون. مهم ان احنا نعمل كيرفول فيزيكال اكزامينشن عشان نشوف كل الساينز اوف انيميا وعشان نديتكت السكندري ايتيولوجي. يعني ممكن افحص الطفل كويس جدا، اشوف الطفل ده عنده جوندس، اشوف الطفل ده عنده اورجانوميجالي، عنده اي حاجه، عنده جي اي تي بروبلمز ممكن تكون هي السبب، واعمل السي بي سي والانديس از فيري امبورتنت، وبعدين هنعمل الايرن بروفايل ونحاول نوصل للايتيولوجي. يبقى اذا الهيستوري از فيري امبورتنت، الاكزامينشن از فيري امبورتنت، هنيجي على الكومبليت بلاد بيكتشر. وزي ما بقول دايما اقول ان كومبليت بلاد بيكتشر لازم اعمل كومنت على 3 اليمنت، لازم اشوف الار بي سيز اخبارها ايه، والهوات سيل كاونت اخبارها ايه، والبليتليت اخبارها ايه. القصه عندي هنا قصه ايه؟ ار بي سيز، انا عندي انيميا. طيب يبقى انا هلاقي الار بي سيز والهيموجلوبين ديكريز. تاخدوا بالكم قوي في البيدياتريك ان انا بقول اكوردنج تو ذا ايج، لو اكوردنج تو ذا ايج. يعني الطفل اللي عنده من 6 شهور ل5 سنين لو الهيموجلوبين اقل من 11 بقول عنده انيميا، من 5 ل 11 سنه لو اقل من 11 ونص، من 12 لو اقل من 12 بقول عليه ان هو عنده ايرن ديفيشنسي انيميا. اعمل اشوف المين كورباسكولار فوليوم للعيان ده هيبقى لو، يبقى انا عندي انيميا، الار بي سيز قليل والهيموجلوبين قليل، المين كورباسكولار فوليوم قليل، المين كورباسكولار هيموجلوبين قليل، المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن قليل، والريد سيل ديستريبيوشن ويدث انكريز. ايه هو الريد سيل ديستريبيوشن ويدث؟ ده ميجرمنت للفاريشن اوف ذا ريد سيل فوليوم. كلنا عارفين ان الار بي سيز اللايف سبان بتاعتها قد ايه؟ 120 يوم. طيب انا جالي ار ديفيشنسي انيميا دلوقتي، فالماي الار بي سيز اللي طالعه من البومر واخبارها ايه؟ مايكروسيتيك، حجمها صغير، لكن الار بي سيز اللي موجوده في السيركوليشن حجمها ايه؟ نورمال. فبقى عندي فيه فاريشن في الريد سيل فوليوم. يبقى اذا الانكريز للفاريشن اوف ذا ريد سيل فوليوم بنعتبره حتى ايفن ايرلي ماركر للايرون ديفيشنسي انيميا. البليتليت كاونت في الايرون ديفيشنسي انيميا ممكن تزيد وبنسميها رياكتيف ثرومبوسايتوزس، وممكن تقل وتبقى ثرومبوسايتوبينيا. الار بي سيز الوايت سيل كاونت يوجوالي نورمال. نعمل ايه تاني؟ يبقى لو بصينا خدنا بريفرال بلوت هنلاقي الار بي سيز فيها مايكروسايتوزيس وانايزوسايتوزيس وبوكليوسايتوزيس، يعني في فاريشن في السايز وفي فاريشن في الشيب اوف ذا ار بي سيز. نعمل الايرن بارامتر هنلاقي السيروم فيريتين ديكريز، وده فيري امبورتنت يا جماعه، لان السيروم فيريتين ده ميجرمنت للايرن ستور، وبيقل اول حاجه بتقل، لان اول ما الايرن بيقل يبتدي الايرن يتحرك من الستور. فعشان كده وان اوف ذا فيري امبورتنت ماركر اوف ايرن ديفيشنسي انيميا هو السيروم فيريتين. السيروم ايرن بيقل بس ما عدناش بنقوله لان له سيريوس ليميتيشنز، عشان كده ما عادش بيتقاس. ولو عايزه اقيس سيروم ايرون لازم الطفل ده يبقى فاستنج والصبح، لان له فاريشن مع الاكل، له فاريشن مع الدايرونال فاريشن. فعشان كده اوعى تطلب في ايرون ديفيشنسي انيميا سيروم ايرون الون، يا اما اطلب كل التوتال باراميترز بتاعتي، يا اما اطلب الفيريتين ومع معاه السي ار بي. ترانسفيرين ساتوريشن بيقل يبقى اقل من 16، والتوتال ايرون بايند كاباسيتي بتزيد. احد التستات المهمه جدا في الايرون ديفيشنسي انيميا في الدايجنوزس بنقول عليها السيرابيوتيك ترايل. يعني انا العيان بتاعي ده عنده مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا وبقول ان شكله ايرون ديفيشنسي انيميا من الهيستوري بتاعته، اعمل ايه؟ ادي للعيان ده السيرابيوتيك ترايل، اديله ايرون على من 3 ل 6 ملي جرام بير كي جي بير داي لمده 4 ل 6 اسابيع. المفروض لازم الهيموجلوبين في الايرون ديفيشنسي انيميا يبقى على الاقل زاد اكتر من 1 جرام بير ديسيلتر، عشان كده بنعتبرها سيرابيوتيك ترايل. ودي حاجه مهمه جدا احنا ممكن نستعملها خصوصا لما يبقى عندي طفل او يعني بيشنت بور مش هيقدر يعمل لي كل الانفستيجيشن. فانا عملت مايكروسيتيك هايبوكروميك ولقيته شكله ماشي مع نيوتريشنال انيميا من الهيستوري كده، يبقى دي سيرابيوتيك ترايل.
طب المفروض لو انا الهيستوري مش ماشيه نيوتريشنال يبقى اكوردنج تو ذا ايز تو ذا ايتيولوجي، او انا بفكر في ايه ابتدي اطلب انفستيجيشن تو ديتكت ذا كوز، يعني ستول اناليسيس، اعمل ستول اشوف في بارازيتيك انفستيشن، اعمل ستول اناليسيس اشوف عندي اوكر بلاد ان ستول احسن العيان ده، وابتدي اطلب هيلكوباكتر بايلوري انتيجين ممكن يكون عنده هيلكوباكتر بايلوري، لو انا عندي شكيت ان العيان ده ممكن يبقى عنده جي اي تي بروبلم انذر جي اي تي بروبلم فابتدي اعمل له اندوسكوبي. طب ايه الديفرنشال دايجنوزز اوف ايرون ديفيشنسي؟ يعني في عندنا اول حاجه او بنسميها الديفرنشال دايجنوزز اوف مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. اول حاجه ايرون ديفيشنسي انيميا، السيروم ايرون بيقل، التوتال ايرون بايند كاباسيتي بتزيد، اجي اعمل البون مارو ستين عشان اشوف الايرون الاقي تقريبا مفيش ايرون في الايه في البون مارو، بينما على انيميا اوف كرونيك انفكشن اند انفلاميشن بلاقي السيروم ايرون ديكريز والتوتال ايرون بايند كاباسيتي ديكريز، لكن البون مارو في ايرون سبيشالي ان ذا مايكروفيج. الثلاسيميا السيروم ايرون انكريز والتوتال ايرون بايند كاباسيتي بيكون نورمال والبون مارو بيكون في ايرون. في الليد بويزنينج السيروم ايرون نورمال والتوتال ايرون بايند كاباسيتي نورمال وفي ايرون عادي في البون مارو مفيش حاجه قللته. سيدروبلاستيك انيميا السيروم ايرون فيه بيزيد والتوتال ايرون بايند كاباسيتي بتكون نورمال وبيكون في عندنا الايه الايرون موجود في البون. العيان على انه ايرون ديفيشنسي انيميا في حاجات مهمه جدا بيفور تريتمنت بنقول بريفنشن از فيري امبورتنت. ازاي؟ يعني احنا عندنا هاي ريسك جروب ان يجي له ايرون ديفيشنسي انيميا. مين هو الهاي ريسك جروب اللي ايرون ديفيشنسي انيميا؟ الطفل اللي هو اكسكلوسيف بريست فيدنج ما بياخدش الا بريست فيدنج، يبقى الطفل ده لو لازم اعمل له بروفيلاكسيس ان انا ادي بعد 4 شهور للفول تيرم بيبي 1 مللي جرام بير كي جي اورال ايرون بعد 4 شهور. الطفل البريماتيور واللو بيرس ويت ده اخر لايبل للايه للايرون ديفيشنسي اللي ما عندوش ستور، فعلى طول افتر 1 مانث اديله 2 مللي جرام بير كي جي بير داي، ده بريفنشن عشان ما يجيلوش ايرون ديفيشنسي انيميا. المفروض ان احنا ما فيش حاجه اسمها كاو ميلك خالص في الفيرست يير اوف لايف، يبقى اذا الكاو ميلك شود نوت بي يوزد بيفور 12 مانث اوف ايج، يبقى دي بريفنشن. طب ازاي اعالج طفل عنده ايرون ديفيشنسي انيميا؟ اول حاجه تريتمنت اوف ذا كوز، والله العيان ده عنده هيلكوباكتر بايلوري لازم اعالجها، العيان ده عنده لقيت عنده بارازيتيك انفستيشن مثلا لازم اعالجها. تاني حاجه نيوتريشنال كونسلنج از فيري امبورتنت، لازم نقول مين الاكل المفيد اللي فيه ايرون البيشنت ياخده، يعني لازم نهتم قوي بالهيم سورس اوف ايرون اللي هي اللحوم والكبده والاسماك والبيض، وفي نفس الوقت ما ناكلش ونقعد نشرب شاي ونشرب قهوه ونشرب كوكا كولا ونشرب بيبسي، ودول فيري امبورتنت ان نيوتريشنال هيستوري. تاني حاجه العيان ده محتاج مني اديله ايرون ثيرابي، بندي الايرون ثيرابي من 3 ل 6 مللي جرام بير كي جي اورال ايرون، ما بديش انترافينوس ايرون خالص الا حاجتين، لو العيان ده كان عنده مال ابزوربشن وعنده جي اي تي بروبلم مش هتخليه ياخد اورال ايرون، او السبب التاني ان هو ما هوش كومبلاينت للاورال ايرون، عمل له سيفير جاسترو انسانال ديستربنس، في الحاله دي هبتدي ادي البارينترال ايرون. طب افرض احنا جالنا طفل عنده سيفير ايرون ديفيشنسي يعني من الهيموجلوبين بتاعه 5 او الهيموجلوبين بتاعه 6، ادي له بلاد ترانسفيوجن؟ لا، نو رول فور بلاد ترانسفيوجن ان ايرون ديفيشنسي انيميا، اكسبت عندنا حالتين بس اللي تخليني اقول انا هدي له ايرون ديفيشنسي انيميا. ايه هما الحالتين دول؟ أول حالة إن العيان ده هو يكون أول حاجة تخليني أقول إن العيان ده أنا هديله باك دريد سيل ترانسفيوجن إن يكون العيان ده جاي لي بإيه؟ بهارت فيلير، أو السبب التاني إن يكون إن البيشنت ده هو لوك إل نفس الوقت ديبليتيتد وعنده انفكشن، غير كده مفيش حاجه اسمها بقى جاي لي ب6 وجاي لي ب7 وجاي لي ب5 وهو كومبنسيتد مش هديله بلا ترانسفيوجن. مهم جدا ان احنا نعمل مونيتور للريسبونس. خلي بالك ولازم نقول من ضمن الحاجات واحنا بندي ار لازم الايرن اديه ببروبر دوز، لازم يبقى فيه جود كومبلاينس، بيتر ان انا اديه بتوين ميلز، والاحسن ان واحنا بندي الايرن نعمل ندي معاه فيتامين سي عشان انهانس الابزوربشن بتاعنا، البيشنت يبقى فيه ابزوربشن كويس، ونتجنب حاجتين ما اديش حاجه فيها اوزاليت، يعني الحاجات بتاعت السبانخ اللي فيها اوزاليت العيان مش هيستفيد، ما اديش العيان ده لبن او ادويه فيها كالسيوم مع العيان اير، ما اديلوش انتاسيد، ما اسقيش العيان لبن مع الايرون، يبقى خلي بالك قوي عشان نستفيد من السيرابي. طيب
ازاي امونت الريسبونس؟ ازاي اعرف ان العيان ده بيتحسن؟ خلوا بالكم الابيتايت بتتحسن، ودايما لما تيجي الام تقولي الولد شهيته للاكل اقول لها اول ما الانيميا تتحسن على طول هيتحسن، يبقى الابيتايت بتتحسن، الانوركسيا على طول تبتدي تتحسن. تاني حاجه بنلاقي انكريز للريتيكولوسيتي كاونت، لان هي ده الايه، ده الاكتف، ده الاماتيور سيلز بتاعت تطلع، والبول بقى نشيط وشغال وعمال يطلع. الانكريز للهيموجلوبين زي ما قلنا، يبقى ده الكرايتيريا ان انا اعرف العيان ده امبروفد، ان الابيتايت تتحسن، الريتكس تبتدي تطلع تزيد، والهيموجلوبين بتاعنا يزيد. يبقى كده هنكون ان شاء الله اير ديفيشنسي انيميا. هنتنقل للسكند كومن كوز اوف انيميا في التشيلدرن، اللي هي بنقول عليها الميجالو بلاستيك انيميا. بعد كده كانت اسمها مايكروسيتيك انيميا، هناخد الانذر تايبس اللي هو ماكروسيتيك انيميا. الموست كومن تايبس هما الفيتامين بي 12 اند فوليك اسيد. هنشوف ايه الميتابوليزم بتاعهم، ايه هم اسباب الميجالو بلاستيك انيميا، وايه الكلينيكال بريزنتيشن، وازاي نشخصهم وازاي نعالجهم. طب الميجالو بلاستيك انيميا سببها الموست كومن كوز هي اما فوليك اسيد ديفيشنسي يا اما فيتامين بي 12 ديفيشنسي. ونظرا لان الفوليك اسيد والفيتامين بي 12 فيري امبورتنت فور دي ان اي سينسز، عشان كده مش هيحصل سيل ديفيجن، فالسيلز هتبقى كبيره، فعشان كده بنقول عليها ميجالو بلاست ماكروسيتيك، حجم الخليه بتكون كبيره، وان النيوكلاس دي بتكون اماتيور وحجمها كبير ريلاتيف للحجم نفسه بتاع السيتوبلازم. طيب بما انهم important for DNA senses، يبقى هنا هنلاقي كل البلاد element affected، مش الار بي سيز بس، مش زي العيان بتاع المايكروسيتيك انيميا ان السنسز بتاع الار بي سيز بس اللي affected في الار ديفيشنسي انيميا، لا انا هنا عندي كل البلاد element. ليه؟ لان هما الاثنين مهمين للدي ان اي سنسز اللي هو very important for the cell division، فعشان كده الميجالو بلاستيك تشينجز بتحصل في الثلاثه هيماتوبويتيك element. فالعيان ده ممكن يبقى عنده ثرومبوسيتوبينيا وعنده ليكوبينيا والانيميا بفارينج ديجريز. ده شكل خلايا الميجالوبلاست قد ايه شكل النيوكلاس كبير وإماتيور وهايبر سيجمنتد نيوتروفيل زي ما انتم شايفين. طب نمسك بقى الفيتامين بي 12، ايه السورس بتاع الفيتامين بي 12؟ لو انيمال سورس، خلاص الموست امبورتنت اند كومن سورس اوف فيتامين بي 12 انيمال سورس، يعني هو موجود في اللحوم، موجود في السي فود، موجود في الاسماك، موجود في الانيمال سورس. طب ازاي بيحصل الابزوربشن اوف فيتامين بي 12؟ بيتاخد الفيتامين بي 12 لما احنا بناكله في الفود اورال عن طريق البيبسين بتاع، بيبتدي يبقى ريليزد من البروتين. الجي اي تي بيطلع للاستومك، البرايتال سيلز بتاعت الميكوزا بتاعت الاستومك بتطلع لنا الانترنسيك فاكتور. فيتامين بي 12 بيمسك في الانترنسيك فاكتور ويمشي في لحد ما يوصل للتيرمينال اليوم، يحصل له ايه؟ ابزوربشن عن طريق التيرمينال اليوم، ويشيله كارير بروتين في السيركيوليشن علشان يروح الى السيل. في السيلز هو اسمه الفيتامين بي 12، بنقول عليه فيتامين بي 12 ده اسمه، بنقول عليه اكسترنسيك فاكتور لان عندي انترنسيك فاكتور موجود اللي طالع من الاستومك، وبنقول عليه الكوبالامين. طب في السيلز بيعمل ايه الكوبالامين ده؟ بيشتغل ككو انزيمز فور سيفرال رياكشن including senses of methionine from homocysteine، وهنعرف ان الميثيونين ده very important for one carbon atom senses. ومن ضمن الحاجات المهمة جدا هو reduction of dihydrofolate to tetrahydrofolate، بيحول لي مادة بنسميها الميثايل مالونايل كوإنزيم A إلى الساكسينايل كوإنزيم A، وده هنعرفه وهيفيدنا قوي في التشخيص بعد كده. يبقى الفيتامين بي 12 بيتاخد أورال في الاستومك، بيقابل الانترنسيك فاكتور اللي طالع من الفرايتال سيلز اوف ذا ستومك، ويمشي للسايت اوف ابزوربشن هنا التيرمينال ايليم. خدنا السايت اوف ابزوربشن اوف ايرن اي الجيدنم، يبقى ده في الفيرست بارت، وده في اللاست بارت، هو فيتامين بي 12 عشان ما ننساش 12 فهو في الاخر، فهو الابزوربشن في التيرمينال ايليم. طب الفوليك اسيد العكس بقى، الفوليك اسيد هو السورس، الريتش سورس فور فوليك اسيد هو الجرين ليفي فيجيتابل، يعني بنلاقيه موجود في البروكلي، نلاقيه موجود في الجزر، نلاقيه موجود في الفراوله، فده الهاي سورس اوف فوليك اسيد. هو بيكون ابزوربد من الانتستين في صوره بنسميها مونوجلوتاميت، بيتشال في البراد في صوره بنسميها الميثايل تترا هيدروفوليت، بيتخزن في الليفر وجوه الخلية بيبقى الصورة بتاعته اسمها البوليجلوتاميت. يبقى ده الميتابوليزم اوف ايه؟ فوليك اسيد. الابزوربشن بتاعه عادة بيكون في الديودنم وفي الجيجنم، ده السايت اوف ابزوربشن بالنسبة للفوليك اسيد.
طب ايه الايتيولوجي اوف ميجالو بلاستيك انيميا؟ باي انيميا عشان يبقى لها سبب؟ هل ان في مشكله في الانتيك، ولا في مشكله في الابزوربشن، ولا في لص؟ متفقين؟ طب ديكريز الانتيك في الفيتامين بي 12 بيكون فيري رير. ليه؟ لان الفيتامين بي 12 ده موجود في الانيمال سورس، وصحيح في ده ريتش سورس في الانيمال سورس، فعشان كده بيبقى فيري رير انه يبقى ديفيشنت. ولكن لو المازر دي اساسا فيجيتيريان، ممكن البيبي بتاعها البيبي يبقى عنده فيتامين بي 12 ديفيشنسي. الفوليك اسيد ديفيشنسي هو نوت كومن برضه. ليه؟ الناس اللي بتعتمد على البان الماعز بيكون فيها كده، او اكسسيف هيتنج للميلك بيعمل ديستراكشن للفوليك اسيد، او امبيرد ابزوربشن، اي حاجه بتعمل جنرالايزد مال ابزوربشن زي السيلياك ديزيز، زي الانفلاماتوري باول ديزيز، كل الكلام ده، كل الحاجات اللي بتعمل جنرالايزد مال ابزوربشن هتؤدي الى ديكريس سواء للفيتامين بي 12 او للفوليك اسيد. طب احنا اتفقنا ان الفوليك اسيد ده في الاستومك بيمسك في الانترنسيك فاكتور علشان يحصل له ابزورش. طب ما فيش انترنسيك فاكتور اللي احنا بنسميها برينيشوس انيميا، او العيان ده عنده اطروف جاسترايتس، او عنده اي ديزيز في الاستومك، يبقى ده كله هيؤدي هيبقى فيه امبير ابزورش. او فيتامين بي 12 ده كونسيومد، كونسيومد بايه؟ كونسيومد بان العيان ده عنده بارازيتك، فيه بارازيت بنسميه دايفلوبوسرام ليتم، او اوفر جروث للبكتيريا في التورمينال اليوم، هيعمل كونسيوم للايه؟ للفوليك اسيد، للفيتامين بي 12، هيبقى عندي فيتامين بي 12 ديفيشنسي. او بقى حاجه ديفيشنسي زي الترانسكوبالامينتو ديفيشنسي اللي هو الكارير بتاع الفوليك اسيد الفيتامين بي 12، يبقى عشان الفيتامين بي 12 يقل يبقى اما ديكريز الانتيك، يا اما امبيرد ابزوربشن، سواء سبب الامبيرد ابزوربشن ده حاجه من الجنرالايزد مال ابزوربشن اللي موجوده في الجي اي تي، او سواء في بروبلم في الاستومك ما بتطلعش الانترنسيك فاكتور، سواء دي كحاجه زي البرينيشس انيميا في اوتو انتي بوديز، او عندي اتروفوجلوسايتس، او عندي كرونيك اتروفيك سوري اتروفيك جاسترايتس، او عندنا كرونيك جاسترايتس، او ان في اوفر يوز وكونسبشن للفيتامين بي 12 بواسطه بارازايت زي الدايفلوبوسريام ليتم، او زي الايه البكتيريال اوفر جروس، او ديزيز في التيرمينال اليوم، واحد عنده ديزيز عمل اليا ريسكشن، يبقى فيتامين بي 12 مش هيبقى ابزوربت. او ان في ترانسبورت ديفكت اتفقنا، وده حاجه انهيرتد زي الترانسكوبالامين 2 ديفيشنسي. طب الفوليك اسيد بقى ديفيشنت ليه؟ نفس الكلام، في ديكريز للانتيك، او عندي جنرالايزد مال ابزوربشن. في حاجه مهمه جدا الفوليك اسيد، ان هو بيبقى افكتد سيفرال دراج ممكن تعمل فوليك اسيد ديفيشنسي، زي الانتي كونفالسانت. الانتي كونفالسانت بتامبير الفوليك اسيد ابزوربشن، او في دراجز زي السلفا وزي الميزوتريكسيت، دي من ضمن الحاجات اللي بتامبير الميتابوليزم بتاع الفوليك اسيد. او ان احنا زياده الريكويرمنت، الطفل البريماتور محتاج فوليك اسيد، البريجننت وومن محتاجه الفوليك اسيد، العيان اللي عنده كرونيك هيموليسيس بيبقى عنده فوليك، عشان كده بنديهم فوليك اسيد. او اللوكيميا لان السيل فيها رابيد بروليفريشن فبتحتاج الى الفوليك اسيد. يبقى الفوليك اسيد ديفيشنسي يا اما نقص الانتيك اللي هما اللبن بتاع الماس، او ان في جنرالايزد مال ابزوربشن، او دراجز سواء الدراج دي بتافكت الابزوربشن زي الانتي كونفالسنت، او بتافكت الميتابوليزم زي ادويه السلفا والميزوتريكسيت، او انا عندي انكريز ريكويرمنت للفوليك اسيد في البريماتيور، في البريجننت ماذرز، في الكرونيك هيموليسيس، وفي اللوكيميا. يبقى ده اسباب الميجالوبلاستيك انيميا. طب العيان بتاع الميجالو بلاستيك انيميا هيجي لي بايه؟ خلي بالك اسمها ميجالو بلاستيك انيميا، يبقى بيه المانيفستيشن اوف انيميا، يعني الطفل ده هيبقى عندي بالور، يبقى هبص على البالور في اللبس، وهبص على البالور في الكونجكتايفا وفي البلم، هيبقى عنده انوركسي، هيبقى عندي فتيج، هيبقى عندي ليثارجي، دول الجنرال مانيفستيشن اوف انيميا. جي اي تي مانيفستيشن من ضمن الحاجات اللي هي فيري كومن سبيشالي مع الفوليك اسيد ديفيشنسي، التونج يبقى ريد جليزد تونج، ممكن يبقى عندنا ابدومينال بين او ابدومينال ديسكومفورت، ممكن اب تو كرونيك دايريا ممكن تحصل. لكن النيورولوجيكال مانيفستيشن بتبقى فيري كومن مع الفيتامين بي 12 ديفيشنسي. احيانا في السيفير فيتامين بي 12 ديفيشنسي بيحصل سب اكيوت كومبايند ديجنريشن اوف ذا سباينال كولوم اوف ذا سباينال كورد، اللي هم بيقول لنا بالثلاثه بي، البريفرال نيوروباثي مع البيراميدال تراكت والبوستيرير كولوم، فيبقى في عندي الباراسيزيا، ويبقى عندي الايه اللوس اوف سنسيشنز اب، ان ممكن يحصل ويكنس وباراليسيس، ويبقى عندي كمان الجيت اب نورماليتيز. البريجننت وومن لو ما حصل لها ديفيشنت في الفوليك اسيد وما خدتش فوليك اسيد، ممكن البيبي يجيله سباينا بيفيدا، عشان كده دايما البريجننت وومن بنديها فوليك اسيد. يبقى الكلينيكال مانيفستيشنز بتاعت الميجالوبلاستيك انيميا، مانيفستيشن اوف انيميا،
GIT manifestation most common مع الفوليك أسيد and neurological manifestation most common مع الـ vitamin B12 deficiency. Diagnosis of megaloblastic anemia. History, examination, CBC and the indices and specific laboratory test. History is very important. طبعا very important ان ناخد nutritional history لهذا الطفل. Very important ان انا اشوف history of drug intake عشان الفوليك اسيد. فده very important history. لازم اعمل له careful examination. اشوف المانيفستيشن of anemia وادور على الاذر ايتيولوجي اللي عنده اي جي اي تي ديزيز موجوده عنده ولا لا. هو عنده neurological manifestation ولا لا. هو في gastrointestinal manifestation عندي ولا لا. ابتدي اعمل له CBC وانديز ونعمل specific laboratory test. طيب الـ CBC هلاقي إيه؟ الـ RBCs والهيموغلوبين decreased. الـ MCV هنا الـ mean corpuscular volume increased. الـ mean corpuscular hemoglobin increased. وممكن الـ mean corpuscular hemoglobin concentration يبقى normal. هلاقي برضو الـ red cell distribution width increased. طب الـ RBC reticulocyte count إيه أخباره؟ إيه رأيكم؟ هيبقى increased ولا decreased؟ decreased عشان ما فيش cell division فـ reticulocyte count بيكون decreased. يبقى إذن الليكوسايت أخبارها إيه؟ الهوت سيل كاونت عادة ديكريز تبقى عنده ليكوبينيا. البليتلت أخبارها إيه؟ عادة ديكريز تبقى عندي إيه؟ ثرومبوسيتوبيني. يبقى إذن البيشنت اللي يجيلي في البريفرال بلاد بتاعته بيبان سيتوبيني. عشان كده عيان اللي جاله بلاستيك أنيميا ممكن أول ما تشوف تقول عليه إنه العيان ده ممكن يبقى أبلاستيك أنيميا. تشوف تقول عليه أبلاستيك أنيميا تعمل هتلاقي طفل عنده سيفير بالور. جات لي مرة بنت كان عندها سيفير بالور وبعدين عملت لها سي بي سي طلع السي بي سي الهيموجلوبين بتاعها كان طالع 5. الوات سيل كاونت بتاعها 3.5. البليتلت بتاعتها كانت طالعه 90. انا لما شفت منظر السي بي سي والبنت دي قلت البنت دي شكلها كده ابلاستيك انيميا. وكانت المفاجاه البون مارو بتاعي طلع ايه؟ طلع على طول بعتها بسرعه على طول اعمل بون مارو. طلع بون مارو فيه مجاله بلاستيك اتش مينز في الفيتامين بي 12. طلع السيروم فيتامين بي 12 فيري لو واخدت فيتامين بي 12 وامبروفنج وبقت زي الفل ويزاوت ترانسفيوجن. خلي بالكم. طب لو عملت بون مارو للعيان هلاقي ايه؟ هلاقي فيه ميجالوبلاستيك اتش مينز بتتميز ان فيه abnormally large erythroid لكن السيتوبلازم بيكون فيه ماتوريشن لكن النيوكلير ماتوريشن ما بيبقاش موجود. عاوز اوصل لسبيسيفيك دايجنوزز. طب الهيستوري بتاعتي ماشيه مع فوليك اسيد ديفيشنسي اه. طب هبتدي اشوف اللو سيروم فوليك اسيد اقل من 3 نانو جرام برملي. لو ريد فوليك اسيد ليفل كمان بيبقى اقل من 150 نانو جرام. بنعمل حاجه اسمها الفيجلو تيست. ايه بقى الفيجلو تيست ده؟ المفروض اندر نورمال كونديشن عندنا الامينو اسيد هيستادين بيديني بيتحول الى فيجلو. ايه هو الفيجلو؟ دي ميتابولايت اللي هي الفورمامينو جلوتاميت. الفورمامينو جلوتاميت دي اختصارها ايه؟ فيجلو. بواسطه الفوليت اللي هو التترا هيدروفوليت بتدينا جلوتاميت. طيب زي ما احنا شايفين لو انا ما عنديش فوليت يبقى هنا هيحصل اكيوميليشن للايه؟ للفورمامينو جلوتاميت اللي هي الفيجلو يحصل لها increased excretion in urine. يبقى ده اللي بنسميه الايه؟ الفيجلو تيست. يبقى الفوليك اسيد بقيس السيروم فوليك اسيد وبقيس الريد سيل فوليك وبشوف الاقي increased excretion للفورمامينو جلوتاميك in urine اللي احنا بنسميه الفيجلو تيست. بالنسبه للفيتامين بي 12 شكيت في فيتامين بي 12 هقيس الليفل اوف ايه فيتامين بي 12 هلاقي الليفل اوف فيتامين بي 12 ديكريز والاقي ايه تاني في اليورين انكريزد ميثايل مالونيك اسيد ايه اكسكريشن ان يورين. ليه؟ لان احنا عندنا الميثايل مالونيك اسيد بواسطه فيتامين بي 12 بيتحول الى ساكسينايل كو انزيم ايه. طب انا ما عنديش فيتامين بي 12 يبقى يحصل اكيوميريشن للميثايل مالونيك اسيد ان يورين. يبقى برضه زي الفوليك اسيد انا بقيس السيروم وبلاقي ماده موجوده في اليورين بقيسها. الاقي انكريز لل دي اتش الاقي الاندايركت بيلروبين بيزيد وبنلاقي الهوموسيستين وراخر بيزيد. طب في حاجه سبيسيفيك اكتر؟ اه عندنا تيست زي ما عندنا حاجه اسمها فيجلو تيست شيلينج تيست. ايه شيلينج تيست ده؟ بندي البيشنت لارج اماونت من النون راديو اكتف فيتامين بي 12 اورال. الهدف ان انا بدي لارج اماونت من اورال فيتامين ان انا اعمل ساتوريشن للستور املى الستورز بتاعه الفيتامين بي 12 كويس. وبعدين نيجي ندي سمول دوز من الراديو اكتف فيتامين بي 12 انترافينوس. دخلت السمول دوز من الراديو اكتف المفروض ان الستور عندي ساتوريتد يبقى الفيتامين بي 12 الراديو اكتف مش هيروح للبادي ستور
فيحصل له اكسكريشن في اليورين. عشان كده نورمالي حوالي 30% بيكونوا اكسكريت في اليورين. طب لو العيان ده كان عنده ميجانو بلاستيك انيميا، الاكسكريشن هيقل لان الراديو اكتيف هيروح للستور. طب انا عايز اعرف هو سببه فوليك اسيد، يعني سببه انترنسيك فاكتور ولا ديزيز في الاليوم؟ يبقى ممكن ندي مع هنا اللارج اماونت اللي احنا بنديها ندي معاها انترنسيك فاكتور. لقيت العيان لما خد الانترنسيك فاكتور الدنيا امبروفنج، يبقى في الحاله دي اقدر اقول ان هو عنده برينيشوس انيميا. يبقى اذا الشيلينج تيست ممكن يفيدني ان اشخص بيرمي جاله بلاستيك انيميا، ممكن ايضا يفيدني ان اوصل للايتيولوجي اوف ميجالو بلاستيك انيميا، اقدر اشخص فيه فيتامين بي 12 واقدر اشخص بيه كمان الايتيولوجي. طب ايه الديفرنشال دايجنوزيس اوف ماكروسيتيك انيميا؟ بون مارو فيلير زي ما احنا قلنا، العيان اللي عنده بون مارو فيلير سواء البون مارو فيلير ده كان انهيرتد بون مارو فيلير يعني فانكوني انيميا او اكوايرد بون مارو فيلير، هلاقي عنده ايه بانسايتوبينيا في السي بي سي، ريتيكولوسيتيك كاونت قليله. طب ما افرقهم هما الاثنين فيهم بانسايتوبينيا، اعمل بون مارو الاقي البون مارو في عيان اللي عنده ميجالو بلاستيك انيميا في ميجالو بلاستيك تشينجز، بينما العيان بيكون في هايبو سيلور في العيان بتاع الايه البون مارو فيلير او الابلاستيك انيميا. تاني حاجه لو في انفلتريشن عند عنده لوكيميا او عنده مايلوفايبروز، يبقى هلاقي الاذر مانيفستيشن او لوكيميا، ممكن الاقي اورجانوميجالي، الاقي الانفلاميشن. وبرده لما اعمل بون مارو البون مارو في اللوكيميا بيبقى ايه هايبر سيلور وفي بلاستيسيل. البون مارو ريسبونس للاكيوت هيموليسيس، ساعات لما بيبقى في سيفير اكيوت هيموليسيس نعمل سي بي سي، نلاقي العيان عنده انيميا وعنده ماكروسايت. الله، هي في ماكروسايت ليه؟ عشان اليونج ار بي سيز اللي السايز بتاعها كبير وريتكس بتطلع بكميه كبيره في البريفرال سيركوليشن. طبعا الحاجات اللي برضو ممكن تديني ماكروسيتيك انيميا هي الهايبوثايروديزم اند ليفر ديزيز. ازاي نعالج؟ طبعا اول حاجه تريتمنت اوف ذا كوز. والله انا عندي في ايتيولوجي وصلت له، لازم اعالج الايتيولوجي الاول. العيان ده عنده اي بروبلمز لازم اعالج البروبلم. لو ما تاني حاجه ابتدي ادي الفيتامين بي 12. هنا في الفيتامين بي 12 بيتوقف، ولا عنده نيورولوجيكال مانيفستيشن ولا ما عندوش نيورولوجيكال مانيفستيشن. يبقى عنده نيورولوجيكال مانيفستيشن يبقى لازم اديله هاي دوز وبسرعه. فبندي 1000 مايكرو جرام انترا ماسكولار ديلي لمده اسبوعين، وبعدين كده امشيه مانثلي بقى على ال 1000 مايكرو جرام. طب لو هوش كان اسوشيتد بنيورولوجيكال مانيفستيشن يبقى هياخد ال 1000 مايكرو جرام مانثلي. طب لو في فوليك اسيد ديفيشنسي اعمل ايه؟ هدي للعيان ده انيشيالي، هدي للعيان ده اللو دوز اللي هي من 100 ل 200 مايكرو جرام بير كي جي بير داي. فيري امبورتنت امبروف الدايت، او سواء في كلا الحالتين لازم ابقى امبروف الدايت. يبقى النيوتريشنال ثيرابي هي فيري امبورتنت. العيان اللي عنده فيتامين بي 12 ديفيشنسي اقول له اهتم قوي بالانيمال سورس، ياكل لحوم وياكل اسماك وياكل بيض، بينما العيان بتاع الفوليك اسيد يهتم قوي بالبلانت سورس لان هو الليفي جرين فيجيتابل، هي دي الموست امبورتنت سورس اوف فوليك. وشكرا وبالتوفيق يا شباب ان شاء الله. ورقم موبايلي 0118 9 19 64، لو احتجتوا اي حاجه انا تحت امركم. بالتوفيق ان شاء الله.